السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة ما ورد في تصريحات عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي عن وجود هدنة بين الميليشيات وحزب الإصلاح في جبهتنا. نفى حزب الإصلاح على لسان مصدر مسؤول في الدائرة السياسية ما ورد في تصريحات عضو المكتب السياسي محمد البخيتي عن وجود هدنة بين الطرفين كانت سببا في إيقاف المعارك في جبهة نهم. واعتبر المصدر أن ما أورده البخيتي يأتي ضمن التصريحات المكررة التي يحاول من خلالها النيل من مواقف الإصلاح الثابتة ضد مشروعهم التدميري المدعوم من إيران حد تعبير المصدر، مضيفا أن موقف الإصلاح واضح وثابت في كل المحطات، وهو إلى جانب الشعب وخياراته وشرعيته وقضاياه العادلة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى سيظل الإصلاح شماعة تعلق عليها كل الكوارث في البلاد؟ وهل تحولت الحرب من محاربة للانقلاب إلى محاربة للإصلاح؟ إذن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجوى، من ثم نعود. لم يكن أمام ميليشيا الحوثي التي صعدت من هجماتها في جبهة نهم والجوف من مبرر سوى الإصلاح، وقد أصبح في نظر الكثيرين شماعة تعلق عليها كل كوارث البلاد. أخفت الجماعة مشروعها في الحرب على اليمن، وخرج القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية محمد البخيتي بتصريحات مضمونها أن ما يجري حاليا من معارك في جبهة نهم كانت بسبب انقلاب الإصلاح على هدنة غير معلنة جمدت بموجبها المعارك في الجبهة المتاخمة للعاصمة صنعاء من جهة، ولمأرب أكثر مناطق الشرعية فعالية من جهة أخرى. في المقابل نفى الإصلاح عن نفسه تلك الاتهامات، واعتبر على لسان مصدر مسؤول في الدائرة السياسية للحزب أنها تأتي ضمن التصريحات المكررة التي يحاول من خلالها البخيتي النيل من مواقف الإصلاح الثابتة ضد مشروعهم التدميري المدعوم من إيران حد تعبير المصدر، مضيفا أن موقف الإصلاح واضح وثابت في كل المحطات، وهو إلى جانب الشعب وخياراته وشرعيته وقضاياه العادلة. أشاهد في كل ما يحدث أن جماعة الحوثي تحاول التستر على انقلابها بمحاربة تغول الإصلاح وسيطرته، وذاك قول وجد كثيرا من المساندة الإقليمية. مراقبون يرون أن محاربة الإصلاح حلت بدلا من محاربة الانقلاب ومساندة الشرعية بالنسبة لطرفي التحالف، وهو أمر أدخل البلاد في مزيد من التعقيدات وأفرغ ساحة الصراع أمام الميليشيا لتلعب فيها أين ومتى تشاء. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وفي البداية أرحب بضيفي. سينضم لنا من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي طالب الحسني، وأرحب أيضا من إسطنبول ضيفنا الكاتب والباحث السياسي نبيل البوكيري. مرحبا بكما ضيفيا، وأبدأ مع السيد طالب الحسني. سيد طالب مساء الخير. سيد طالب هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالصحفي طالب الحسني فقد، سيتم معاودة التواصل به لاحقا. وأذهب لضيفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. سيد نبيل مساء الخير. سيد نبيل هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال أيضا بسيد نبيل البكيري فقد أيضا. لا، يبدو أن هناك مشكلة بالاتصالات، سنحاول مجددا. هنا يبدو أن طالب الحسني عاد مجددا. سيد طالب هل تسمعني؟ نعم، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وأسعد الله مساك بكل خير سيد طالب. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. يعني نتحدث اليوم عن التصريحات المتبادلة ما بين تصريح محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين الذي تحدث عن وجود هدنة بين حزب الإصلاح والحوثيين، هدنة سابقة كانت في الأساس هي عدم المواجهة في جبهة نهم،
وبالتالي هناك نفي من مصدر مسؤول أيضا في الإصلاح لأن تكون هناك هدنة بين الطرفين. يعني كيف نقرأ تصريحات محمد البخيتي؟ نعم، أولا علي أن أعيد التذكير بالنص ما قاله الأستاذ محمد البخيتي. هو قال كان هناك هدنة غير معلنة بين العسكريين في مختلف الجبهات بالتهدئة أو بعدم المواجهة. وقال غير معلنة، وبالتالي بالإمكان أن الإصلاح ينفي هذا. هذا أمر طبيعي جدا أن يتم نفيه رسميا من قبل الإصلاح، لأنه ليست رسمية هذا الاتفاق. يمكن تأخذ على كل الاعتبارات بعد ذلك. بالإمكان الإصلاح أن ينفي وجود هذه التهدئة أو هذا الاتفاق، وبالإمكان أنصار الله أيضا أن يقولوا نعم كان هناك اتفاق، وبالتالي لن نصل إلى نتائج، لأنه هي كانت اتفاقية غير معلنة وتهدئة غير معلنة. وأيضا الأستاذ محمد البخيتي هو أشار إلى أنها كانت بين العسكريين ولم تكن بين القوى السياسية، وبالتالي بالإمكان يعني الإصلاح، نحن نتفاهم أنه الإصلاح قد ينفي ذلك، من الطبيعي جدا، لأنه وجود هدنة يعني أن الإصلاح تورط في التعامل واتخاذ قرار فردي بدون أن يعود إلى التحالف أو أن يعود إلى قرار التحالف. ثم أن الإصلاح يعني على اعتبارات الإصلاح نفسه أنه ليس قوة عسكرية، يعني هو في النهاية هو فقط جناح سياسي وليس جناح عسكري، وبالتالي يستطيع الإصلاح يقول أنه ليس جناحا عسكريا، هو جناحا سياسيا، يعني هو حزب سياسي وليس قوة عسكرية. لكن الواقع ونحن نعلم، نحن وأنتم وربما اليمن كل اليمنيين، أنه هناك تقسيم، يعني هناك جبهات ينشط فيها حزب الإصلاح ويتصدرها باعتبار أنها مقاومة وما شابه، وهناك أيضا في بعض الجبهات يتصدرها أيضا الإصلاح حتى ولو هو كان ضمن القوات العسكرية، مثل ما هو الحال بالنسبة لجبهة نهم وجبهة صرواح، التي أيضا يعني الأغلب فيها أنه الإصلاح علي محسن، بعض القيادات المحسوبة على الإصلاح حتى في السلك العسكري التابع لعبد ربه منصور هادي. هذا تفسير سيد طالب. يعني هنا نقطة مهمة فيما تفسيرك لحديث البخيتي بأنه اتفاق قد يكون اتفاق هدنة بين قيادات عسكرية. يعني أيعقل أن تقوم قيادات عسكرية باتفاق بإيقاف حرب يعني مفترضة بينهم كاتفاق شخصي بعيدا عن الإرادة السياسية وأصحاب القرار السياسي من كلا الطرفين؟ يعني طرح كهذا معقول؟ لأنه يتحدث الكثير بأن تصريحات البخيتي مكررة دائما، ويتحدث عن تفاهمات واتفاقات وهي بالأساس لا أساس لها من الصحة. لا أستطيع أن أكذب البخيتي على الإطلاق، بل أدعمه وأدعم تصريحاته وأعتقد أنها صحيحة 100%، وأن الهدوء الذي كان حصل منذ 2017 وربما منذ 2016 يؤشر إلى كثير من الصحة. يعني كان هناك هدوء كبير جدا في جبهات تعزو وتكاد تصبح متوقفة ومتجمدة عند حدود معينة، يعني التصعيد غاب تماما في محافظة تعز على سبيل المثال، وبقية اشتباكات في بعض المناطق، وهذا نوع من الذي لا يمكن أن يعتبر أنه نوع من التصعيد. كان هناك أيضا توقف لجبهات نهم، وهذا أمر كان واضح وملموس يعني، وكان البعض يقول، كنا نتابع البعض يقول أنه التحالف هو من أوقف هذه، ومحسن خسروف ظهر أكثر من مرة يقول أن التحالف هو الذي أوقف هذه العملية العسكرية، وهذا يعني أن القرار كان قرارا من التحالف نفسه. والتحالف أحيانا يعني عندما نتساءل عن هذه الأمور من يمثل التحالف يتحدثون بأنهم لا علاقة لهم بقرار إيقاف المعارك هناك من استمرارها. بالتالي
سأعود إليك نعم. سيد. بالتالي هذا الذي كنت أريد أن أقوله، أنه التحالف كان ينفي مرارا وتكرارا أنه أوقف هذه العمليات، إذا هي توقفت ضمنيا إما بتساهم عسكري، هذا كان ربما ملموس وواضح، وأنا أعتقد أنه هو الصحيح وما قاله الأستاذ محمد البخيتي هو الصحيح لكثير من الاعتبارات. أنا لا أستطيع أن أقف تماما وأجزم بالمطلق، لأنه هو الأستاذ محمد البخيتي كان يقول أنه هذا اتفاق عسكري وغير معلن، يعني ليس رسميا، يعني بالتالي من الصعب الدفاع عن اتفاق غير رسمي بأدلة أو بالإشارة إلى أدلة، ولكن هذا مبني على تفاهم بين العسكريين. جميل. ومبني بالتفاهم بين الإصلاح وأنصار الله والقوى الوطنية. نعم جميل، تكرم بالبقاء معي سيد طالب. أذهب لضيفي الكاتب والباحث السياسي سيد نبيل البكيري. سيد نبيل مساء الخير. سيد نبيل هل تسمعني؟ نعم أسمعك. مساء النور. أهلا بك سيد نبيل. يعني نتحدث اليوم عن ما دار مؤخرا عن حديث لمحمد البخيتي عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين، ويتحدث الرجل عن وجود هدنة ما بين الإصلاح وميليشيات الحوثي. يعني كيف تنظرون لتصريحات البخيتي، والتي أيضا ضيفنا سيد طالب أوضحها بأن ما يقصده البخيتي هي تفاهمات عسكرية ما بين قادة عسكريين فيما يتعلق بإيقاف المعارك في أكثر من جبهة، على سبيل المثال في نهم وتعز؟ لا شك أن هذه التصريحات من قبل محمد البخيتي هي من ضمن السلسلة الأكاذيب التي دأب عليها محمد البخيتي من بين فترة أخرى، يعني بالنظر إلى أنه نحن كمراقبين للوضع في اليمن والشان اليمني ندرك جيدا أن التجمع اليمني للإصلاح هو حل سياسي أولا وأخيرا، وأنا باعتقادي قطعت جهيزة قول كل خطيب كما تقول العرب، البيان الصادر عن الإصلاحيين أنفسهم ينفي عن وجود أي يعني محاولة أو أي حتى فكرة للحديث عن وجود توافقات أو وجود ما شابه، رغم أنه في تكييفات لهذه الكذبة الآن من قبل الحوثيين بالحديث على أنها اتفاقية بين أطراف عسكرية. أنا باعتقادي هذه الأطراف العسكرية الإصلاح واحد سياسي في الأخير، لا يمتلك جناحا عسكريا حتى يكون هناك اتفاق باسم الإصلاح عسكري أيضا، وبالتالي يعني هذه الجبهات يمثلها الجيش الوطني، والجيش الوطني خاضع لوزارة الدفاع والحكومة الشرعية، وبالتالي إذا كان هناك أي من هذه التسريبات أو أي من هذه الأخبار باعتقادي فالمسؤول عنها مثل هذه المعلومات أو هذه الأكاذيب والتخرصات هي وزارة الدفاع اليمنية التي هي معنية بالحديث عن هذه الجبهات، وهي معنية عن كل شيء، لأنه بالإصلاح بالأخير هو حزب سياسي لا يمتلك أي قرار على هذه المعارك وسيرها. لكن كما قلنا دائما هم يعني الإشكالية التي يراد توظيفها من قبل الحوثيين ويدأبون لتوظيفها هو نوع من الصياد في المياه العكرة بين التحالف وتجمع اليمني للإصلاح، باعتبار أنه هناك فجوة ما يتم توسعتها بالحديث على أن هناك تفاهمات حوثية إصلاحية. أنا باعتقادي هذا كل ما يدور أو كل نعم ما وإن كانت سيد نبيل هنا نقطة مهمة، يعني وإن كانت هناك مؤسسة عسكرية وهناك وزارة دفاع، ولكن يعني ما لا يغيب على أحد هناك أيضا يعني تقسيمات محددة في المؤسسة العسكرية. لو أتينا للنظر إليها بشكل منطقي ستجد أن كل الوحدات تابعة لوزارة الدفاع، ولكن هناك مثلا في الجنوب أحزمة أمنية أو قوات عسكرية محسوبة على وزارة الدفاع وهي تعمل في صالح الانتقال، وهناك أيضا قوات عسكرية سواء في نهم أو في تعز أو في الساحل الغربي. فبالتالي الحديث يدور على بعض الجبهات، والتي يعني يشار إلى أن هذه الجبهات سواء قادة عسكريين أو أفراد يعني ينتمون إلى تيار معين، وبالتالي هنا يعني يتم توصيف كلام البخيتي بأن هناك تفاهمات على مستوى بعض الجبهات. يا سيدي ربما كلامك دقيق فيما يتعلق بوجود هذه الازدواجية في القرار بين هذه الوحدات ووزارة الدفاع، لكن أنا باعتقادي في حالة مأرب ربما يختلف الوضع تماما. في مأرب كل هذه المؤسسات هي تابعة لوزارة الدفاع التي مقرها مأرب أساسا، وبالتالي هذا ربما أنا باعتقادي أنه يبعد شبهة. صحيح هناك طبعا وللعلم أيضا أنه هناك كثير من القيادات تنتمي لمختلف التيارات السياسية موجودة في مأرب، أيضا تنتمي للاشتراكي والناصري والإصلاح والمؤتمر
هذه يعني الجبهه الوحيده التي فيها هذا التنوع، ولا يوجد فيها تغولات للاطراف السياسيه على حساب القرار الرسمي لوزاره الدفاع او رئاسه الاركان. الامر الاخر بالعوده الى النقطه الاولى، وهي نقطه انه في هناك اتفاق. انا باعتقادي انه الهجوم الذي تم في نهم وتم في هذه المناطق هو كان هجوم حوثي، يعني الحوثيين هم الذين ابتدؤوا بالمعركه، والجيش الوطني كان هو بمثابه الدفاع، وبالتالي اذا كان في اتفاق بالطريقه التي يقولها يفترض انه الذي بدا المعركه هو الجيش الوطني في هذه المنطقه وليس جماعه الحوثي، وبالتالي هذا يعني يرد منطقيا على تهافت مثل هذه التهمه. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل. يعني أذهب لضيفي الآخر سيد طالب الحسني الصحفي من بيروت. سيد طالب، يعني هل المعارك الآن يعني جاءت بسبب يعني تخلي طرف من الأطراف التي تحدث عنها البخيتي عن الهدنة التي زعم في الحديث عنها؟ يعني أنا قبل أن أرد على هذا السؤال يجب أن أنوه إلى نقطتين مهمة. يعني أن ينفي الأخ نبيل البكيري موضوع أن الإصلاح موجود في نهم أو يغلب على هذه الجبهة والطابع الدعم الإصلاح وما شابه، باعتبار حتى أنها مقاومة. نعم قولوا أنه هذه مقاومة وأن الإصلاح مشارك فيها، فليكن ذلك، لأنه يعني من الغريب جدا ان الاصلاح يسقط المشاركه في القتال مع ما يعتبره جيشا وطنيا على الاطلاق. يعني هذه كذبه امام اليمنيين. يعني لكن بالاخير سيد طالب، يعني الاصلاح وغيره من المكونات او الاحزاب السياسيه او الجماعات هم منخرطون كمقاومه شعبيه في اطار سواء المؤسسات او كفعل يعني متبنى من قبل الناس وأهالي كل منطقة. يعني بالأخير لا يحاسب الناس على انتماءاتهم السياسية، هناك معركة. لا ليس حسابا، يعني هو ليس العمليات عملية حساب، يعني هناك ازدواجية. يعني أن تقول مرة أنك حزبا سياسيا وأن تقول مرة أنك يعني جزء من الجيش الوطني أو من المؤسسة الوطنية كما يقولون، يعني نحن لا يوجد مرة أن تبنى حزب الإصلاح بتصريح سواء مسؤول أو تصريح حتى من قبل أفراد بأنهم يعني يمتلكون جناح عسكري أو هناك جناح عسكري يمثلهم. هو ما يعرف عن حزب الإصلاح بأنه حزب سياسي أصيل، يعني مثله مثل بقية الأحزاب. إذا بالتالي عليه ألا يتبنى أي موضوع له علاقة بالعسكر، فليدع ما يسمى المقدشي وهذا الذي يسمونه جيشا وطنيا يتبع السعودية وليس جيشا وطنيا ولا هم يحزنون، أن يتبنى عملية الإنكار، عملية التصريحات، عملية حتى الحملة الإعلامية. لا يجب أن نتناقض مع أنفسنا. أنتقل إلى الشق الآخر من سؤالك، أنه اليوم يعني أنه هل الحوثيون بدأوا أم أن أنصار الله الحوثيون بدأوا في الجبهة أم أنه الطرف الآخر؟ الطرف الآخر في الوكالة التابعة لهم، إذا اعتبرتم أنتم أنه تبع وهي تمثل ما يسمى الجيش الوطني هذا التابع لعبد الرب منصور هادي وللسعودية، في قبل أن يكون هناك اشتباكات أعلنهم أن هناك حملة عسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء. المقدشي يعني بين فترة وأخرى يقول المعارك مستمرة في نهم، يعني لم يقول أن هناك هدنة. كيف يمكن أن يقولوا اليوم لم تكن هناك هدنة ثم يقولون الحوثيون بدأوا بعملية التصعيد أو عملية يعني هم يتحدثون بأن لا توجد هناك هدنة، ولكن هناك مجتمع دولي أيضا ضاغط في الأمر في مسألة أي تقدم القوات في أي جبهة. يعني إذا كان هنا في تناقض ثالث، أنه المجتمع الدولي هو الذي أوقف العملية العسكرية، ماذا تريدون أن تقولوا؟ ماذا يريد الجيش هذا الذي يتبع عبد الرب منصور هادي والسعودي أن يقول؟ هل هو يقول أنه كان هناك هدنة حتى نحمل أنصار الله والحلفاء الجيش اليمني والجيش الشعبي مسؤولية بدء التصعيد؟ هل نقول أنه الطرف الآخر يقول أنه هناك تصعيد من أولا أنهم يقولون ليس هناك هدنة،
ثم يقولون أنه ليس هناك أيضا أنه أنصار الله هم الذين بدأوا العملية العسكرية. يعني ماذا بدأوا العملية العسكرية؟ ثم يقولون أنهم مستمرون في عملية العسكرية لاستعادة العاصمة، وهذا نسمعه دائما بين فترة وأخرى. إما أن يقولوا أنه كان هناك هدنة وبالتالي كان هناك نقض لهذه الهدنة وبالتالي سنحمل الطرف الآخر الذي نقض الهدنة، أو أنهم لا يقولون شيئا ويقولون العملية اشتعلت كما كانت وبدأ عملية التطبيق. النتيجة النهائية ما هي؟ النتيجة النهائية بكل وضوح، وأنا سأكون صريحا معك، سأكون صريحا معكم مع الجميع، يعني الرهان على السعودية صعب، التفريق بين السعودية والإمارات صعب، التفريق بين أن الإمارات تقصف الإصلاح، تقصف الجيش الذي يعتبر جيشا وطنيا كما يقولون، وتحميلها وحدها دون السعودية صعب ومغالطة وبيع للوهم، وما يحصل هو هذا وهذا، مرة يقولون الإمارات قصفت ومرة يقولون الحوثيون صعدوا. نعم. هذه نقاط سنعود للحديث بها لاحقا، ولكن يعني سأعطي فرصة لضيف الآخر، يعني فقط استسمحك سيد طالب، يعني ساذهب لضيف الاخر سيد نبيل البكيري. سيد نبيل، يعني اذا ما وجدنا تصريحات البخيتي المتكرره، يعني ما وراء هذه التصريحات حول الاصلاح؟ دائما ما يتحدث الرجل عن يعني امور خفيه تحدث وتصريحاته متكرره حول هذا الامر. نعم، عد سؤال. يعني كنت قد سألتك ما الذي يريده البخيتي وراء التصريحات المتكررة حول الإصلاح؟ أنا كما قلت أنا ليست هذه المرة الأولى لتصريحات محمد البخيتي، هو دائما ما يكتب على صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك أنه يناشد الإخوة في تجمع الإصلاح بأن يتعقلوا وأن يذهبوا إلى يجنبوا مزيد من الحروب وأن يعودوا إلى جدة الصواب. يعني مثل هذه اللغة الخطابية الوعظية هي ليست صادقة من أجل المصالحة الوطنية بقدر ما هي مخاطبة للسعودية أيضا، بقدر ما هي توريط للإصلاح مع حلفائه الذين يشكون فيه كثيرا فيما يتعلق بهذه المسألة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني هي نوع من يعني رمي الطائر يعني رمي الطائرين بحجر واحد كما يقال، وهو يريد من هنا أنه يقدم الإصلاح على أنه منكشف ومتعاون مع جماعة الحوثي ومتماهي ومتماشي مع المشروع الإيراني في المنطقة، بقدر ما يقدم الإصلاح أيضا في أمام جماهيره وأمام أتباعه في الداخل أن الإصلاح هذا يعني خائن وعميل ويهادن على مصالح معينة في إطار صفقة ما مع الحوثي. أنا باعتقادي مثل هذا الخطاب يعني لا يصمد أمام حقائق الواقع يا سيدي. هناك آلاف عشرات آلاف معتقل إصلاحي في سجون جماعة الحوثي، هناك قيادات كبيرة وكبيرة وطنية جدا في معتقلات الحوثي، هناك يعني آخر مرة تم مصادرة كل أملاك قيادات جماعة الإصلاح ومؤسساتهم في العاصمة صنعاء من مستشفيات ومدارس طيب سيد نبيل، يعني ألا ترى بأن الحرب يعني في اليمن تحولت من محاربة للإنقلاب إلى محاربة للإصلاح؟ لا شك انه هذا جزء من المعركه، جزء من المعركه الحاصله انه الاصلاح يدفع ثمن موقفه الثابت منذ بدايه الحرب حتى الان، هو موقف ثابت باتجاه يعني القضيه الوطنيه فيما يتعلق باسقاط هذا الانقلاب، فيما يتعلق بمصير الجمهوريه، النظام السياسي في اليمن، مصير الوحده، كل هذه مصير مخرجات او منجزات ثوره 11 فبراير، او دعنا نقول امال ومشاريع واهداف ثوره 11 فبراير. بالتالي الاصلاح يدفع ثمن كل هذه الثوابت التي يحاول أن يعمل عليها. نعم، إذن ابقى معي، أعود لضيفي السيد طالب الحسني. سيد طالب، يعني إذا ما عدنا للتصعيد الأخير، من هو الطرف المتسبب في يعني عودة المواجهة من جديد؟ نعم، أنا أتفق تماما مع ما قاله الأستاذ محمد البخيتي، كان هناك هدنة غير علنية، تفاهمات عسكرية بين العسكريين، جمدت المعارك لفترة طويلة لأسباب كثيرة، وفي الفترة الأخيرة كان السعودية هي من دفعت
باعتقادي هي من دفعت الإصلاح إلى عملية التصعيد، وتبنت عملية التصعيد من وقت مبكر. لماذا تم التصعيد؟ أتمنى الإيضاح هنا، لماذا تم التصعيد؟ أنا أنطلق من مؤسسات رسمية، يعني إعلام السعودية كان تبنى عملية العملية العسكرية التي قاموا بها فينا، وكان يتبنها ليل نهار، وكانوا يتحدثون. ما سبب العملية العسكرية الأخيرة سيد طالب؟ ألا يعد قصف الجيش والعملية التي تمت هي بداية تصعيد لعودة المواجهة في هذه المنطقة؟ أنا قلت أن هذه العملية العسكرية مثل ما أشار الأستاذ محمد البخيتي أنه هم بدأوها، وكان هناك هدنة. بماذا بدأوها؟ يعني أتمنى الإيضاح هنا، بماذا بدأوها؟ الطرف الآخر يقول هذه الرؤية نفسها لا يناقض البخيتي. الطرف الآخر يقول نعم، الإعلام السعودي كان يقول نعم هناك عمليا عسكرية بدأت، والجيش ما يسميه الجيش الوطني بدأ عملية عسكرية في إطار في إنه. الطرف الآخر هو أيضا أعلن أنه بدأ عملية يعني قبل أن تستهدف ميليشيات الحوثي المعسكر والمسجد بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، كان التصعيد من قبلها. لم يتبنوا يا سيدي، لم يتبنوا هذه العملية، لم يتبنوها على الإطلاق، وهم لا يخشون عملية التبني. يمكن أن يتبنوها طبيعي، وكانوا يمكن أن يعلنوا عنها. هم قاموا بعملية عسكرية وأرسلوا صواريخ وضربوا معسكرات وأعلنوا، لكن هذه العملية لم يعلنوا عنها على الإطلاق. والطرف الآخر اتهم الإمارات، يعني لا نذهب بعيدا ونقول أنه فقط، يعني ليس هنا المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد يحيى سريع قال بشكل واضح في بداية هذا العام، يعني في نهاية العام المنصرم، أنه أي تشكيلات عسكرية ومن ضمنها التشكيلة العسكرية في مأرب ستكون هدف لليمن، وبالتالي ليس هناك خشية من عدم الاعتراف. يعني هذه القوات المتواجدة في الإمارات هي تعمل ضمن العدوان على اليمن وتشتغل مع التحالف، ونحن نعتقد ونعتبر أن هذا العمل وأن النشاط خيانة لليمن وجزء من الاعتداء على اليمن وجزء من الاعتداء. وضحت فكرتك سيد. لكن هم لم يعلنوا أنهم استهدفوها، فبالتالي لا يمكن أن نقول اليوم أنه هم الذين استهدفوا هذا المعسكر أو ما يسمى المسجد أو ما شابه. ما لا أعلم إن كان مسجدا أو معسكر أو ما هو. نعم، إذن وضحت فكرتك، أشكرك جزيل الشكر سيد طالب الحسني صحفي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. وأعود لضيفي الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. هنا سؤال أخير سيد نبيل، ألا يعني تعتقد أن هناك اليوم تخادم ما بين التحالف والميليشيات الانقلابية فيما يتعلق بالإصلاح؟ لا شك من خلال مجريات المعركة الأخيرة أنه يعني محاولة سياسية تقدر يعني من خلال عدم فاعلية التحالف فيما يتعلق بالمعركة، استخدام الغطاء الجوي، يعني كثير من المواقف المربكة تشير لمثلها وجود مثل هذا السيناريو. لكن أيضا لا نستطيع الجزم حقيقة أن هناك تخادم حقيقي بين التحالف وجماعة الحوثي، بالنظر إلى أن يعني نحن نعتبر التحالف تحالف شريك للسعادة الشرعية، وبالتالي إذا كان هناك تغيرات في استراتيجية ورؤية الأحداث يجب أن يعلن عنها، يعني بدل أن يظل ينفذ أجندات بمثل هذه الطريقة التي رأيناها مثلا في أثناء معركة الفرضة. نحن نعول على أن هناك نوع من الجدية في التعاطي مع هذه القضية، بالنظر إلى أنها قضية أمن قومي للمنطقة وللخليج وللمملكة تحديدا، وانتصار الحوثي في هذه المعركة يعني انتهاء المملكة، يعني تفكيك هذه الكتلة الكبيرة والضخمة، ونشوء أو عودة التيارات الطائفية الشيعية في قلب المملكة، وتفجر المشهد. يعني المسألة لا تتوقف عن مسألة التمنيات التي ممكن أن يقال إمكانية فصل الحوثي عن جماعة الحوثي. أنا باعتقادي مثل هذه الأوهام لا تسقط أو لا توقف أمام الحقائق التاريخ والجغرافيا وحقائق اللحظة حتى الآن. نتمنى ألا يوجد مثل هذا التخادم، أو ألا تسود مثل هذه الأوهام في لغة العلاقة بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي، أو بين الإصلاح بالأحرى وبين المملكة العربية السعودية.
نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري، كنت معنا من مدينة اسطنبول. وأشكر أيضا ضيفي الصحفي طالب الحسني كان معنا من بيروت. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.